عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان ثقافة وهوية في ظل العولمة والثورة المعرفية. تأتي هذه الندوة على هامش معرض الكتاب في نسخته 53، حيث ناقش الحضور المفاهيم المرتبطة بعنوان الندوة من هوية وعولمة وثورة معرفية وآلية امتلاك المفاتيح الصحيحة للتعامل مع هذه المفاهيم والاستخدام الأمثل لوظائفهم تحت مظلة التحول الرقمي والذي أصبح السمة الرئيسية لهذا العصر. العالم العربي بيمر بتحولات كبيرة، سواء في ما يختص الهوية السياسية أو الهوية الثقافية، فمن هنا في شاغل دايما بيشغل المنطقة راح على فين والمستقبل هيبقى ايه. ففي الحقيقة من خلال المناقشات ما فيش رفض كبير للعولمة، لكن في حديث عن احترام الخصوصيات، في نفس الوقت ان الهوية نفسها بتتجدد زي ما شرحت في الورقة بتاعتي، ان الهوية عبر التاريخ بتتجدد بشكل كبير.